دايما نسمع انه احنا مش بنستفيد بالشكل الكافي من مياه السطول، يعني كلمني عن ده، ازاي ممكن نستفيد منها ودوركم ايه في الوزاره؟ يعني فاكره من سنتين لما حصل عقاره في نهر النيل، فاكرها؟ العقاره اللي حصلت وصلت القاهره. ببساطه خالص احنا لما طهرنا مخرات السيول، المطره نزلت على جبال البحر الاحمر فنزلت وصلت للنيل فجابت الطينه بتاعت او التراب بتاع الجبال ونزل في النيل فعمل عقاره. بالظبط كده احنا بنعمل لما عندنا انذار مبكر بنعرف ان في سيل هيحصل كمان 3 ايام او كمان يومين ومكانه فين وكميته قد ايه. فاللي بيحصل ايه؟ احنا بنقفل الميه اللي بتطلع من السد العالي، بنقلل كميتها خالص، واحنا بنلاحظ المناسيب بتقل جامد خلال موسم الشتاء علشان يبقى في عندي قدره استيعابيه في المجاري المائيه تقدر تستوعب اي كميه ميه ممكن تيجي، يبقى انا اكن كميه الميه اللي نزلت ديت انا خزنتها في السد العالي. السنه اللي فاتت احنا يعني استفدنا بحوالي 1.25 مليار متر مكعب من ميه المطر اللي هي نزلت على الدلتا، فبدل ما بزرع بميه النيل في ريه او اثنين او ثلاثه بزرع بالميه المطر اللي هي بتكفي لي ريه، دي بتجمع لي ميه بروح محوشها في السد العالي. تمام. هل خليني اقول، هل الوزاره يدها مغلوله فيما يخص تحديدا التعديات على مياه نهر النيل؟ يعني هل احنا لسه محتاجين في انتظار القانون ولا لا؟ احنا شغالين واحنا لو احنا قارنا القانون بيكبلكم القانون طبعا الحقيقي. لا القانون ضروري لان هيدي مرونه اكتر في التعامل مع التعديات وهيدي مرونه اكتر في اداره الميه وهيدي قوه اكتر لمهندس الري في التعامل مع المخالفين. انما دلوقتي احنا عندنا احنا منتظرين القانون الجديد هيديكم صلاحيات اكتر، يعني سياده الوزير يعني هيحسن في الصلاحيات الموجوده، يعني مثلا لما يبقى في غرامه واللي بيعمل التعدي ده عارف انه يدفع غرامه وخلاص، لما تبقى جريمه وفيها حبس هيفكر 100 مره قبل ما يعمل المخالفه. هي حاليا ما فيهوش حبس حاليا. القانون الجديد هيبقى فيه. هيبقى فيه حبس، هتبقى دي جريمه، يعني ممكن تبقى جنحه، ممكن يتحبس بحيث ان هو يبقى فيه رادع، بقى يبقى قانون رادع لاي حد بيسيء استخدام المورد الهام بتاعنا. احنا عندنا كام حاله تعدي على مياه؟ يعني هو يعني على بال ما اتذكر يعني هو حوالين 600 الف حاله، ازلنا منهم 450 الف حاله، ودلوقتي معدلات الازالات اسرع بكتير قوي من المعدلات اللي قبل كده، لان حصل تفويض لكل المحافظين ان هو كل محافظ مفوض ان هو يزيل مباشره في المحافظه بتاعته، وبالتالي المعدلات بتاعت الازالات زادت جدا. بقى الازاله كمان في المهد ما بنستناش لما المشكله تستفحل وتبقى مشكله كبيره ما نعرفش ننزلها. كويس. احنا سمعنا كمان انه في حوافز يا فندم للمزارعين اللي بيغيروا طريقه الري من الغمر للري المطور، كلمنا عن ده. هو ببساطه خالص احنا بندخل الري المطور او الري الحديث. الري الحديث اولا هو بيستفيد به المزارع، يعني ان هو بيجيب منتج اكتر، انتاج اكتر، نوعيته احسن. كويس. ممكن بيعملوا شركه مع بعض، واحنا في قريه سيله في الفيوم عملنا فيها التجربه ديت، مساحه ارضه زادت 15% لان القنوات الداخليه دي كلها اتلغت والمصارف الداخليه، فبالتالي بقى في فايده مباشره للفلاح. هيبقى الحوافز ايه؟ طب ثانيه واحده قبل ما نعرف الحوافز دي، الفايده المباشره للفلاح، الفايده للدوله بقى؟ الفايده للدوله ان انا الري الحديث او المطور ان انا قللت ازمات الميه، يعني بدل ما بيبقى في مثلا 10% من الفلاحين مظلومين ما توصلهمش الميه، يبقى الميه هتوصل لكل الناس اللي فعلا مقنن ليها مقنن مائي، لان انا رشدت في استخدامات الميه وخصوصا في اوائل الترع، ففي نهايتها هتوصل للناس، يبقى كل الناس هيبقى في عندها رضا، وده مهم جدا ان هو يوصلها. هيبقى ميه الشرب هقدر اكفي احتياجاتي لميه الشرب، المحطات انا بيجي لي كل يوم طلبات من سواء من وزاره الاسكان او من المحافظين بعمل محطات ميه شرب جديده، طب ميه الشرب الجديده اجيبها لك ازاي وانا ما عنديش ميه تكفي؟ يبقى لازم لما برشد في حته بوفر لحته ثانيه عشان اديها. ممتاز. طيب عايزه حضرتك تكلمنا كمان عن مشكله تلوث المجاري المائيه، كمان بتواجهوا المشكله ازاي؟ هي دي مشكله، واحنا في الـ في الـ في الاستراتيجيه بتاع عفوا الاول، بس احنا ما كملناش الحوافز. الحوافز بقى يعني الفلاح بياخد حاجات مدعمه كتير قوي، من اول الكهرباء، السماد، لا ده ممكن الحوافز دي تزيد. يعني هو كده العادي بياخد الحاجات ديت، بس لو مخالف ممكن بقى الاجراء ان هي الحاجات اللي بياخدها كدعم تتقلل وتتوجه، او الراجل اللي هو التزم بمقننات مائيه وطور الري بتاعه
وما تعداش الحصة بتاعته في المية وما زرعش محاصيل مستهلكة، يبقى انا بديله دعم اكتر من خلال سواء ممكن الضرائب على الاطيان تترفع للي هو ملتزم. دي كل ده حوافز الدولة ممكن تعملها. كويس، بتواجهوا بقى ازاي مشكلة تلوث المجاري المائية؟ تلوث المجاري المائية هو في الدولة دي اولوية، نمرة واحد من اولويات الدولة. الدولة يعني لو انا قلت النهاردة عدد المشاريع اللي الدولة بتصرف عليها، معالجة مية مصرف بحر البقر 20 مليار جنيه، كيتشينر 10 مليار جنيه، دي كل دي حاجات مشاريع جارية. 170 ألف منزل في غرب الدلتا في ثلاث محافظات 10 مليار جنيه. الكرة اللي بترمي الصرف الصحي بتاعها على مصرف بحر البقر مشروع ب 8 مليار جنيه. لو احنا جمعنا بقى الكلام ده، تخيلي ده النهارده بنصرف بس المصاريف دي كلها، لان نوعيه الميه هي الاولويه نمره واحد للدوله.